لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، موظفون يحشدون لبدء إضراب مفتوح لحين توزيع الرواتب. في العربي الجديد، قتلى وجرحى بسقوط صاروخ على منزل قرب مطار بغداد الدولي. في القدس العربي العراق، مقتل 5 من عائلة واحدة جراء سقوط صاروخين قرب مطار بغداد. في صحيفة أوبزرفر، هيئة إغاثية إسلامية تواجه الاحتلال الإسرائيلي أمام قضائه. في موقع عربي 21، ماذا وراء الزيارات المكثفة بين بغداد وطهران؟ بدأها قاآني. في موقع المونيتور، قيمة قناة السويس الاقتصادية تتضرر بتطبيع الإمارات. وفي صحيفة واشنطن بوست، ترامب حاول تعديل وصية والده المصاب بفقدان الذاكرة لحل مشاكله المالية. السلام عليكم. الطبقية نظام عنصري يعتمد التمييز بين المواطنين على أساس المال أو النسب أو الحالة الاجتماعية والعرقية. لقد حاولت بريطانيا بعد احتلالها للعراق عام 1918 بجعل العراق مجتمعا طبقيا، لكنها فشلت إلى حد ما، ولم تستطع تحقيق هذا الهدف إلا بنسبة محدودة جدا، على خلاف نجاحها في مصر والهند التي كانت تحت الاحتلال البريطاني وأنشأت نظاما طبقيا فيهما. بعد الاحتلال عام 2003، حاولت أمريكا بصناعة الطبقية في العراق. عن هذا الموضوع كتب حسين صالح السبعاوي في موقع راسام للدراسات. بعد احتلال العراق من قبل أمريكا وبريطانيا سنة 2003، كانت هناك عدة محاولات لتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع طبقي، سواء على أساس مذهبي أو على أساس مالي واقتصادي. أصبح من الواضح اليوم أن هناك تمييزا بين مكونات الشعب العراقي في المذهبية، فهناك طائفة تحكم وستستحوذ على كل شيء في الدولة، وهناك مكون آخر مهمش وقد أقصي من أي مشاركة في إدارة الدولة، كما أقصي من المؤسسات الأمنية وبقية الوظائف المدنية، وهجر أغلبهم وسحق البقية، سواء في السجون أو النزوح أو التدمير الذي لحق بمدنهم وممتلكاتهم الخاصة، كما تجد التعامل معهم على أنهم رعايا أو مواطنون من الدرجة الثالثة وغير مرغوب بهم، بينما نجد التعامل مع أبناء طائفتهم مختلفا تماما، سواء على مستوى الحقوق أو الواجبات، بل وحتى المجرمين من أبناء طائفتهم هناك تعامل مختلف على عكس التعامل مع الآخرين، وهذا التعامل أوجد حالة من الطبقية داخل المجتمع العراقي سببت له معاناة كبيرة، وقد مزقت لحمته الوطنية بسبب هذا التمييز. بعد احتلال العراق عام 2003، استحوذت الطبقة السياسية الحاكمة وأحزابها على مقدرات البلد ونهبت خيراته، مما جعلهم من أرباب الأموال الذين يملكون الملايين، وبعضهم يملك المليارات مترفة إلى مليارات، إضافة لسيطرتهم على العقارات والأملاك العامة للدولة، فأصبحوا طبقة مترفة، بينما الغالبية من الشعب بدأت تسحق شيئا فشيئا، حتى أصبح التمايز واضحا ما بين عموم أبناء الشعب وما بين هذه الطبقة الحاكمة وحاشيتها. وهنا لابد من الإشارة إلى أن التمايز الطبقي المالي قد يشمل غالبية الشعب العراقي دون تمييز، على خلاف التمييز المذهبي. هناك توزيع أدوار متقن بين رأس النظام في طهران وأذرعه في الكويت والعراق ولبنان واليمن لتنفيذ مخطط إثارة الفوضى السياسية والأمنية داخل الكويت والإيحاء بوجود انقسامات وصراعات داخل الأسرة الحاكمة. حول استفزازات الكويت للعراق، كتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية. اعتقد نظام طهران أن سقوط بغداد تحت هيمنته سيجعل الطريق سهلا للضم الكويت والبحرين بتسويق كاذب،
أن هذين البلدين لا يمتلكان غير الإذعان والابتعاد عن السعودية وباقي الدول الخليجية كالإمارات أو مواجهة موجات جديدة من التخريب والفوضى. استفزازات وتطاول وقح من أعلى هرم السلطة في طهران ضد دول الخليج العربي، حيث ادعى روحاني أن الخليج ملك لإيران، وأصر قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري على أن الدولتين الخليجيتين العربيتين الكويت والبحرين تابعتان لإيران، فالبحرين كانت محافظة إيرانية لعام 77 و900 ألف، والكويت التي سماها الكوت كانت معسكراً للشاه نادر، وهذا ما يجعلهما إيرانيتين كما أمر خامنئي باستيطان الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة. ونشر موقع إيراني أخيراً خريطة إرشيفية توضح ضم الكويت إلى إيران ويطلق عليها اسم عبادان الجنوبية. وقائع التهديدات الإيرانية المباشرة لأمن الكويت قد أصبح ملفها مقلقاً للأسرة الكويتية الحاكمة رغم بقائها على سياسة المهادنة، ويمكن أن تكون درساً للأشقاء في الكويت لينهوا حالة الانتقام من العراقيين وطي صفحاته المؤلمة التي تكتب هذه الأيام في القضم التدريجي لمواقع أمن العراق الوطني برسم خارطة جغرافية جديدة تغلق منافذه وحدوده البحرية، تقام على واقع حالة انهياره الطارئ الذي سيزول برحيل الحكام الحاليين وأحزابهم الفاسدة. هل إنهاء الترامب لحرب العراق هدية لإيران؟ يقول الكاتب جيمس ستارفيرد في مقال بموقع بلومبرغ: هل ستوفر أمريكا بانسحابها قدراً كبيراً من الدماء أو الأموال؟ من غير المرجح أن الانسحاب سيحقق ذلك. يبدو أن إدارة ترامب الآن مصممة على سحب جميع القوات الأمريكية، فقد أعلن البيت الأبيض يوم 9 سبتمبر أيلول أنه سيخفض عدد القوات بحلول نهاية الشهر من نحو 5200 إلى 3000 جندي. تضغط الإدارة باستمرار على البنتاغون حول الخيارات التي من شأنها أن تنهي الوجود في العراق وسوريا وأفغانستان بغض النظر عن الظروف على الأرض. وفي الوقت الذي يوجد فيه بالتأكيد ما يسوغ الإرهاق بسبب من الشرق الأوسط في الولايات المتحدة اليوم، إلا أنه ليس الوقت المناسب للانسحاب. هذا الإعلان الأخير عن خفض القوات له طابع سياسي واضح، يبدو أنه محسوب لتوفير نقاط حوار في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية للسماح لترامب بالادعاء أنه أنهى ما يسميه حروب أمريكا الخارجية غير النهائية. سيحتفل برحيل الولايات المتحدة في طهران، وسيرى الإيرانيون هذا بشكل فعلي حينما تبتعد أمريكا عن المنطقة التي فعلت إيران الكثير لزعزعة الاستقرار فيها، وهذا سيؤدي إلى تقويض العمل الذي قامت به إدارة ترامب، وسيمنح القادة الإيرانيين حجة نقاش قوية عن كيفية قيامهم أخيراً بإخراج الأمريكيين من المنطقة. وبالتالي فإن ما يساعد إيران أيضاً هو يساعد حلفائها روسيا وسوريا أعداء أمريكا اللدودين الآخرين في المنطقة. إن الفائزين من الإجراءات الأمريكية هم إيران وروسيا وسوريا، أما الخاسرون فهم حلفاء الولايات المتحدة وبالطبع شعب العراق أيضاً الذي سيعاني أكثر من السيطرة الإيرانية. إن لجوء المجتمع العراقي إلى هويته الفرعية يجب أن يوضع في سياقه الصحيح وعباراته الموضوعية، العودة إلى الجذور الطبيعية واللجوء إلى ما يحميه من نفسه، ذلك أن نقد المجتمع الأهلي لا معنى له في ظل عدم وجود البديل الحديث. هكذا يرى الكاتب في مقال بموقع ألترا عراق حول الدولة الفاشلة في العراق. العملية السياسية وما تنتجه من أحداث يومية ربما ستغني مراكز البحث والدراسات المعنية بمفهوم الدولة والديمقراطية من الزاوية السلبية.
أي نفي الديمقراطية عن نظام يدعيها وغياب الدولة رغم وجودها النظري والبيروقراطي. كما تعطي الحالة العراقية نماذج عينية للجامعات والكليات المتخصصة بتدريس السياسة عن الحالة التاريخية لعصر ما قبل الدولة والقوالب التنظيرية لفكر الدولة وضرورتها. فور سقوط النظام السابق عاد المجتمع إلى جذوره الطبيعية، إلى ما قبل الدولة، وهي ليست مثلبة بذاتها، إذ حالما يغيب غطاء الدولة الجامع للتركيبات المجتمعية ستعود تلك التركيبات إلى وضعها وهويتها الأهلية التي لم تخلقها الدولة. وفي الحالة العراقية فإن التراكيب المتفسخة بفعل انهيار الدولة كانت بطبيعة الحال طائفية وعشائرية وقومية في حالة الكرد مثلا. وقام الحاكم الأمريكي بريمر ومن جاء معه بخطيئة كبرى عبر ترسيخ الانقسام الطبيعي وتمثيله سياسيا وتحويل الدولة إلى إناء يفصل ما صار يعرف بالمكونات بدل أن يصهرها. فاضطرت حتى الهويات الفرعية التي ليس لها طموح سياسي أن تسعى لتمثيل في الحكومة ومجلس النواب والهيئة الأخرى كي لا يدوسها قطار المحاصصة كما داس الهوية الوطنية. في لحظة 2003 وجد الفرد العراقي بعشيرته مدافعاً عينياً ومصدر أمان في حياته اليومية وحل المشاكل كما يقول العراقيون عما يحل النزاعات الاجتماعية. فما السبيل أمام المرء حين يعجز الشرطي عن الإتيان بحقه، حين يغدو رجل الأمن مجرد طرف مجتمعي من بين الأطراف؟ قال صحيفة تايمز البريطانية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سينتهز فرصة زيارته لليونان لبحث إمكانية نقل قاعدة في أنجرلك الجوية في تركيا إلى جزيرة كريت اليونانية في محاولة لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة شرق المتوسط. قالت صحيفة تايمز البريطانية في تقرير نقل وجهة النظر اليونانية إن زيارة بومبيو إلى اليونان نظر إليها على أنها إشارة لتراجع علاقة إدارة دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب ما قالت الصحيفة إن خطابه المعادي للغرب وقراره العام الماضي شراء نظام متقدم للدفاعات الصاروخية من روسيا رغم اعتراض الولايات المتحدة وحلف الناتو. ونقلت الصحيفة عن أثاناسيوس دورغوس المحلل في الشؤون الدفاعية بأثينا قوله: سواء نقلت واشنطن كل الأرصدة بما فيها الترسانة النووية من قاعدة أنجرلك أم لا، فإن حقيقة مجيء بومبيو إلى هنا لتأكيد الرسالة، وهي أن أمريكا تبحث بنشاط عن خيارات بديلة. وتم إنشاء قاعدة أنجرلك في ذروة الحرب الباردة قرب الحدود التركية مع سوريا، واستخدمت في الفترة الأخيرة قاعدة انطلاق للطائرات في الحملة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. وكان رون جونسون رئيس اللجنة الفرعية لأوروبا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قد اقترح هذا الشهر أن الولايات المتحدة تبحث عن بديل في خليج سودا الذي تتمركز فيه البحرية الأمريكية قرب شاطئ جزيرة كريت، والذي سيزوره بومبيو. وتقول الصحيفة إن توقيت زيارة بومبيو مهم جدا، خاصة أنه يأتي وسط الخطط الروسية والصينية لبناء وجود في منطقة شرق المتوسط والتوسع التركي في ليبيا وعمليات التنقيب فيها. نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقريرا أعده مايكل كرانيش عن الملحمة داخل عائلة الرئيس دونالد ترامب عندما حاول الأخير السيطرة على أموال والده العجوز المريض. تكشف الوثائق التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست المدى الذي ذهب إليه ترامب للسيطرة على والده الذي كان يعاني عجزا في الذاكرة. وتأتي هذه المعلومات بعد إصدار ابنة أخيه ماري ترامب كتابا عن الرئيس الذي وصفته بالوحش، وتسجيلات لعمتها كشفت عن سخطها على محاولات ترامب تغيير وصية والده.
وتقدم المعلومات الجديدة علفاً جديداً لمحاولات ماري الرامية لهزيمة عمها وحرمانه من فترة ثانية في البيت الأبيض. وسجلت ماري ساعات من الحوارات مع عمتها ماريان ترامبري في كانون الثاني يناير عام 2019، وعبرت فيها عن غضبها من محاولة شقيقها دونالد تغيير وصية والدهما الذي كانت حالته العقلية في تدهور مستمر. وتثير القصة أسئلة حول محاولة الرئيس ترامب استغلال والده الذي كان يعاني علامات مبكرة لمرض الخرف. وقال ترامب في شهادة له إنه لم يكن يعرف بمرض والده، قائلا إن ذاكرة والده كانت حادة جدا جدا، ولكن التقرير الطبي وشهادة أخته وابنة أخيه تظهر أنه كان يعاني مشكلات في الذاكرة. وكان ترامب يواجه عام 1990 مشاكل مالية مع المقرضين، وجاء بتلك الفكرة الوقحة للسيطرة على إرث والده، وهدد المقرضون هدده بإجباره على إعلان الإفلاس فيما طالبته زوجته الأولى إيفانا بمبلغ مليار دولار لتسوية قضية الطلاق بينهما. ولهذا أرسل محاسبا ومحاميا لمقابلة والده فريد الأكبر ترامب، والذي طلب منها التوقيع على جناح السرعة على وثيقة ويغير فيها وصية الإرث. أعلن متحف بريتش ميوزيوم البريطاني أنه ساعد الشرطة البريطانية في التعرف على لوح سومري مسروق من العراق يعود إلى 4000 سنة، كاشفا أنه سيسلم قريبا إلى سلطات بغداد. وكان اللوح عرض للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت في أيار مايو عام 2019 على أنه لوح أكادي من آسيا الوسطى، لكن عدم وضوح مصدره أثار شكوك الشرطة البريطانية التي استعانت بخبرة المتحف اللندني لتحديد ماهية هذه القطعة وأصلها. وهذا اللوح المنحوت في صخر كلسي ويمثل شخصا يرتدي تنورة سومرية تقليدية هو في الواقع جزء من لوح جداري نذري من العام 2400 قبل الميلاد. وأوضح المتحف أن مثل هذه الألواح نادرة جدا ولا يوجد منها إلى اليوم إلا نحو 50. وأكد المتحف أن هذه القطعة أخذت من العراق بطريقة غير قانونية، مذكرا بأن هذا الموقع تعرض لعملية نهب واسعة في نهاية القرن 19، وكذلك خلال حرب الخليج وحرب احتلال العراق عام 2003. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.